أنه خرج عن دائرة التكليف لما قتل نفسه، حط نفسه، خرج عن دائرة التكليف، يعني مجنون حضرته. طيب المجنون شهيد، كيف يقول الكلام هذا؟ هو دكتور، أخذ دكتوراه ولد الأصل، كيف يقول الكلام هذا؟ عيب هذا، والله عيب. هذا كيف المجنون يصير شهيد؟ ليش شهيد؟ ماذا المفروض هذا؟ قاتل نفسه، يقولوا له استنى شوي، أنت اعتقدت القتل في نفسك كفر، لأن إيش أحللت ما حرمه الله؟ كبيرة واضح؟ لا مش كبيرة، هذا كفر، هذا استحلال من حلال الحرام. نمرة ثانية، قال لا أنا فعلت ذلك عصيانا، ولكن إيش؟ معناها لا أقصد بذلك، لا أقصد بذلك ماذا؟ إحلال الحرام، كله مرتكب كبيرة، أمره كان مفوض إلى الله، وهذا ما نفهمه ونعتقده في قول البعثيس، ارتكب كبيرة أمره مفوض إلى الله. قال لك سيدي مش قصده أنه مش يقتل روحه. يا سيدي أخوي نحن معانا دخلنا عليه القلب وداخله وقلنا إني أسقط الحديث. إحنا نتحدث بالشرع وشهود، الشرع هو اللي يقول، مش هو اللي يقول، الشرع. سيدي لذلك نقول نحسبه شهيد. لا لا سيدي خويا، لا بلاش، وين نحسبه شهيد؟ علاش؟ نحسبه شهيد لو يخرج خارج المدافع على وطنه، مدافعا ضد عنده، ويقول خرجت ذلك مجاهدا في سبيله. أما هو مش قتل نفسه عشان الله عز وجل شهيد، كان يعطيها لربي حكمه له. أما نحن نقول ما قاله الفقهاء، وكنت أتمنى الشيخ يقول الكلام هذا، لكن انزرع مجاهد على وطنه. شكون هو؟ هذه صارت في يسأل نهار أخرى، أنت فعلت هذا لأجل باش تكون ثورة، ولأجل باش يزال الظلم على الناس وعلى دينهم، الله أعلم، يا ربي أعلم به، نحن علينا نحكم بحق الظالم. نعم نرجع سيدي. إذا كان كما هو موجود الآن في مثل إخواننا في غزة ضد هؤلاء، هذه فتوى العلماء، فتوى العلماء إن شاء الله نحسبهم شهداء، نحسبهم شهداء، لأن هؤلاء أوغاد وليس للمسلمين في يده الطائلة. نسأل الله أن يكثر للمسلمين. كان الشيخ يقول إخواننا في غزة مش محتاجين، ولا في فلسطين مش محتاجين أن احنا نمشي بهم، محتاجين شوي من المال وشوي من التدعيم، هم قادرين على أنهم إيش يأخذوا تلك البلاد وترجع لبلاد المسلمين، قادرين إلا أن احنا نتكاسل. نعم، ولقد تولى أصحاب هذا القول الحديث الذي صرحت بتكفير ترك الصلاة وحملوه على تبرير الله، وين وصلنا نحن؟ وقد روى، نعم وقد روي عن ابن عباس في تأويل هذا الحديث أنه قال ليس بالكفر، سلفنا مش معنا ناخذ قولهم، ليس بالكفر الذي ينقله عن الملة، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ هم الكافرون والظالمون والفاسقون. ليس بالكفر الذي، نعم، الذي ينقله عن الملة. إذا ابن عباس تأول النص، تأول إيش النص؟ أخرجه إلى الزجر وإلى التغليظ، يعني لما العهد الذي بيننا وبينك انكسرت، يعني إيش؟ زجرا لهم. ومن هنا سأل الشافعي رضي الله أحمد، طيب، صارت المناظرة بينهما، قال يا أحمد أنت تقول أن تارك الصلاة كسلا كافر بما يدخل للإسلام. قال أحمد بن عبد، سكت أحمد بن حنبل، سكت في هذا، ولهذا قال لعله ورجع في القول هذا، سكت أحمد بن حنبل في هذا، لأنه لو قال بالشهادة هو يقول وهو تحسين الحسن، فهو ماذا تحسين الحسن؟ لما أحمد رضي الله عنه كان يخاف الله سبحانه وتعالى مخافة معناها أبا دايم الآخرين، معناها نزلت عالية، أحمد بن حنبل كانت له مخافة من الله شيء عظيم، كان يتورع وتورع كبير جدا. طيب القول الثالث كملوه، المفروض نتوقف، لكن احنا نكملوكم نكملوكم قوله تعالى ثم تلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ايش الكافرون. المسكين قال السلام سيدي توجهات ليش ان شاء الله. قول الثالث ان من ترك الصلاه
وهو مقر بوجوبها يؤدب ويضرب ضربا موجعا، يؤدب ويضرب ضربا موجعا يؤدب بالجزم بالعصا على الراس حتى يجيك بالضبط. نعم ضربا موجعا كيف ما يرجعش ويسجن، ها ويسجن حتى يتوب. نعم ضربا موجعا ويسجن حتى يتوب. شفت شيخ رافعك حتى قال الذي يحلو به هذا لبس ولي الدولة فجرة سيدي. شو قول السلف بعض من السلف سيدي السجن العقاب موجود عنده مدلة، تعرف ايش؟ عنده مدلة، هاتوا شوف عنده مدلة، ما بدنا نشوف الشدة حتى القول هذا لا يستهان به، تعرف ولي الامر كما بالله يصلى ويصلى ويصلى الدبوس دبوس دخلوا من العكس تو شي لبس سوف يولي الحبس يصلي ويحفظ القران هنا ويصلي في الجماعة سيدي شو لازم نفهم السجن هنا هو عقاب شرعي سجن معهود ويسجن حتى يتوب القول جماعة من السلف. وحجتهم حديث معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حجتهم حديث معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة موقع. فهذا يدل على أن تلك الصلاة ليس بكافر عندهم، هذا يدل على ان ايش؟ تعرف الصلاه ليس بكافر. واما الدليل على عدم القتل فلحديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. ولم يذكر فيه ان تارك الصلاة يقتل. ايش؟ شنو؟ لا يحل دم امرئ مسلم. طيب ولم يذكر فيه ان تارك الصلاة ايش؟ يقتل. خلاص انتهى الامر ان شاء الله. سيدي لكن في حاله سيدنا ابي بكر لما هم يعرفوا الزكاه خرج لقتالهم. طيب الاشكال في ذلك؟ معناها مهم في الحديث هذا لا يحل هذا لا دخل جاف عند العلماء، هذا قول العلماء مش انا براي الجمهور، هذا قول ماشي. لا مش قول كمل هذا هو بالله التوفيق.